استقبل صاحب المعالي المشيرة ركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين معالي السيد زكي محمد وزير الدولة الأعلى في وزارة الدفاع بجمهورية سنغافورة الصديقة، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد للمشاركة في فعاليات المنتدى 18 لمؤتمر حوار المنامة 2022 بحضور سعادة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان. وخلال اللقاء رحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بمعالي وزير الدولة الأعلى في وزارة الدفاع بجمهورية سنغافورة الصديقة، مشيدا معالي بعلاقات الصداقة القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية سنغافورة في كافة المجالات، كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، واللواء الركن طيار الشيخ محمد بن سلمان الخليفة مدير التعاون العسكري، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.